موضوعنا موضوع الاتفاقيات، نعم جنابك تعرف الاتفاقات العراقية مع دول العالم والحاجة إلى مراجعتها، لكن قبل أن نذهب إلى قضية المراجعة، لماذا الاتفاقات العراقية المحلية عفوا الأقليمية والدولية مبهمة غير واضحة وتشوبها الكثير من الإشكاليات تتضح فيما بعد؟ شو نوجد تفسير لهذه الحالة؟ أستاذ الفاضل، أولا بعد الأمر كل اتفاقية يجب أن تكون لها أساسيات يطلع عليها منه، هنالك ناس مختصين بالقانون الدولي يعرفون هذه الاتفاقية هي في فائدة البلد أم عدم فائدته. باعتبار الدولة هي مخولة من الشعب أو منتخبة من الشعب باعتبارها تدير أمور البلد، هي الدولة نفسها مدى تقيد أمورها. شو راح تقيد أمور بلد هو حاليا احنا نمر بأزمات اقتصادية وسياسية، فهاي الاتفاقيات اللي يتفقون بها على أساس هذا تشوبها نوع من الغموض. هل هذا الغموض هو بصالح المواطن العراقي أم غير صالحة؟ يعني شيء غامض. فالظاهر أنه يعني كمراقبين لهذا الشيء وقانون، أنا باختصاصي قانوني، لأن بوحل يعني الاتفاقيات أبسط اتفاقيات خور عبد الله يعني صارت هاي حديثة، شنو صار بها؟ شكلت لجنة وقالت اللجنة وتحدثت اللجنة، وإحنا اللجنة كل شيء ما افتهمنا من عدها. يعني أنا ليش ما افتهمنا من عدها؟ هذا هو السبب، الغموض. ليش غامضة؟ غامضة بسبب أنه ماكو سياسي قلب على البلد، أو 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 هي نفسها الحكومة ما عندها مصداقية ويا الشعب. حتى الشعب شنو إذا افتهم الشعب شنو هذا سبب الغموض راح يثور عليها، لأن الاتفاقيات كلها ضد العرب. خل أكون شوي واضح. نعم. أستاذ شاكر، في قضية خور عبد الله. نعم. كان هناك حديث عن بيع وشراء، أكو مال سياسي دفع للطرف العراقي المفاوض، هذا ممكن؟ شوف أستاذ، هي بيع وشراء صارت شغلة يعني قبل فترة قرأت عليها بالتلفزيون أو قرأت بالوسائل التواصل الاجتماعي، إنه أنت مجرد الأعمدة اللي حطتها الكويت بينها وبين العراق، بينها وبين العراق باعتبارها ترسيم حدود هاي، أو باعتبارها اعتراف بهاي الأعمدة، إنه بس توقع اتفاقية بين العراق راح تأخذ جزء كبير من البصرة أو جزء كبير من الخليج، يعني هو إحنا المطل علينا وإحنا شط العرب وهاي راح تأخذ من عنده. فهذه الاتفاقيات اللي تحصل بها غموض، بها فساد سياسي، يعني مضر بالشعب. فمدى يعرف الشعب شنو الغموض هذا اللي يلوحه؟ هل غموض يعني هم نفسهم السياسي ما يعرفون؟ شراء ذمم أستاذ؟ طبعا السؤال يعني أستاذ واحد، يعني الاتفاقيات لما تكون غامضة وغير مشاهدة، يعني لا نصوص لا واقع على الأرض، فهل تعتقد هناك شراء ذمم، هناك مال سياسي يدفع؟ طبعاً أستاذ، لو مال فساد ما صار هذا الغموض. لو هنالك نزاهة صحيح، تعال يا أبا هذا ترى أكو واحدة اثنين ثلاثة بالمعاهدة، يعني خلينا نحكيها بالعامية، احنا نكون نوصلها للمواطن أكثر. تعال أنا عندي معاهدة اليوم، أريد أرسم حدود، أريد أسوي شغل، عندي دخول، أبسط شيء. ليش أنا اليوم الجوار، دول الجوار من يدخل أجنبي للعراق ماكو فيزا إله، ماكو تحديد إله، وين جهة يعني الذهاب وإيابة، إن من رايح وجاي مراقبة، هذا دا يدخل بحرية، يعني ترس يعني حدودك هسه مفتوحة لكل العالم. زين ماكو اتفاقيات تسد هذه الحدود، الإرهاب دا يجيب دا يطبنا هسه حاليا، مين دا يجينا؟ يعني معقولة دا ينزل من السماء منزل هذا؟ يعني طبعا دا يدخل لك من الدول الإقليمية المجاورة، دا يدخل لك. ماكو اتفاقيات، تعال يا أبا ترى أنت على سبيل المثال خلينا ناخذها على الدول المجاوره للعراق، يعني الاستاذ يعني في بدايه كلامته استاذ فارس يقول احنا نظام ديمقراطي، احنا عندنا مشكله كفاءات لاداره العمليه التفاوضيه وصياغه الاتفاقات، تتفق وياه؟ مع احترام الاستاذ يعني الجليل، بس هي الاتفاقات احنا ديمقراطيه، ديمقراطيه واحد هذيك حريه تعبير راي، حريه، بس اتفاقيات دوليه انا ايش عندي بها بالديمقراطيه؟ ما لها دخل بالديمقراطية. يعني أنا شوية جيت متأخر عنكم وما أعرف ليش راجع وياك. نعم. الكلام، فإحنا نريد نعرف الديمقراطية هاي مالتنا، بدنا نحكي عليها. إحنا ديمقراطية حرية تعبيرك عن الرأي ودخولك للمعترك السياسي بدون ما حد يعترض عليك، بس إحنا
حتى الديمقراطية هاي نسمع بها وما نشوفها. طيب ديمقراطيتك أنت اليوم من تروح لبيتك آمن، هاي ديمقراطية، ترى مو ديمقراطية أنت بس تصيح وتهوس بالشارع وكل أحد ما يسمع. طيب